السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يهنئ نظيره الكوري بمناسبة فوزه في الانتخابات وأدائه اليمين الدستورية. اشتداد المعارك في جبهة الساحل الغربي لتعز، والطيران يستهدف مواقع للميليشيا. الجيش الوطني يكبد الميليشيا خسائر كبيرة في وادي حريب بنهم، والميليشيا تزج بالأطفال في المعارك. أهلا بكم إلى التفاصيل. بعث فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة لنظيره الكوري مون جاي، هنأه فيها بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية كوريا الجنوبية. وأشاد رئيس الجمهورية في البرقية بالجهود التي تبذلها كوريا من خلال ما تقدمه من دعم للجمهورية اليمنية، والتي كان آخرها ما قدمته من دعم في مؤتمر خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، والذي عقد في شهر أبريل الماضي في مدينة جنيف السويسرية برعاية وتنظيم الأمم المتحدة ممثلة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. وعبر رئيس الجمهورية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التهاني وأطيب التبريكات لفخامته بهذه المناسبة، متمنيا له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديقة المزيد من التقدم والتطور والازدهار في ظل قيادته الرشيدة. اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر على مستجدات الأوضاع في محافظة أبين والمتطلبات والاحتياجات التنموية والخدمية للمحافظة. جاء ذلك خلال لقائه محافظ محافظة أبين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم ووكيل أول محافظة أبين وليد الفضلي. واستمع نائب رئيس الجمهورية إلى مستجدات الأوضاع والتطورات المختلفة والجهود المبذولة في استعادة سلطات الدولة في المحافظة، مشيدا بجهود السلطة المحلية بقيادة المحافظ وتعاون مختلف المكونات في إرساء مبادئ الدولة. وأكد نائب الرئيس خلال اللقاء على عزم القيادة السياسية المسنودة بإرادة شعبية وإجماع محلي وأقليمي ودولي على استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب ومحاربة الإرهاب، مثمنا في هذا الإطار ما قدمته دول التحالف الداعمة للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من دعم كبير في شتى المجالات. وشدد الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر على ضرورة مضاعفة الجهود وتلمس هموم واحتياجات المواطنين والعمل على تفعيل مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية بما يحقق الأمن والاستقرار للمواطنين في المحافظة. وجدد محافظ المحافظة خلال اللقاء التأكيد على موقف أبناء محافظة أبين الثابت والداعم للشرعية والرافض لكل أعمال الإرهاب والعنف وسعيهم الحثيث مع كل المكونات لاستعادة الدولة وبسط سلطتها في مختلف المناطق، معبرا عن الشكر والتقدير لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية ونائبه. شاركت بلادنا في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في الدورة الاستثنائية 54 المنعقدة في الدار البيضاء بالمملكة المغربية بوفد ترأسه نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات الأستاذ عبد العزيز جباري. ويناقش اجتماعات الدورة الاستثنائية اعتماد تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة والهيكل التنظيمي المقترح بناء على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية الصادر بقرار الدورة الاعتيادية 99 للمجلس في فبراير 2017، والقاضي بإعادة هيكلة المنظمات العربية المتخصصة لتمكينها من الانتقال إلى الاستغلال المالي. كما سيتم خلال الاجتماعات مناقشة تجارب الإصلاح الإداري في عدد من الدول العربية. وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية على أهمية اعتماد اتفاقية المنظمة العربية للتنمية الإدارية بما يضمن تحولها إلى التمويل الذاتي واستمرارها في تقديم خدماتها الاستشارية والتدريبية للقطاع العام في الدول العربية. حضر الاجتماعات سفير بلادنا لدى المغرب عز الدين الأصبحي.
التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبد العزيز جباري في الدار البيضاء بالمملكة المغربية وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر الدكتورة هالة حلمي السعيد، وناقش اللقاء الذي عقد على هامش اجتماع المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنعقدة أعماله في المغرب، ناقش أفق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل دعم مسار الإصلاح الإداري في اليمن، وخاصة في تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الإداري وتكوين الكوادر البشرية في مجال الخدمة المدنية والإصلاح الإداري. وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية دعم بلادها لهذا المجال وتقديم الدعم الكامل لمسار الإصلاح الإداري في اليمن وتقديم الخبرات والعون الفني الممكن وحسب أولويات الحكومة اليمنية. حضر اللقاء سفير بلادنا لدى المغرب عز الدين الأصبحي ومستشار وزيرة التخطيط في جمهورية مصر العربية الدكتور طارق فاروق. جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية مواقفه الثابتة تجاه وحدة وسيادة الجمهورية اليمنية والحفاظ على أمنها واستقرارها، كما جدد المجلس في بيان صحفي دعمه لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أن دول المجلس تدعو جميع مكونات الشعب اليمني الشقيق في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن إلى نبذ دعوات الفرقة والانفصال والالتفاف حول الشرعية لبسط سلطة الدولة وسيادتها واستعادة الأمن والاستقرار في كافة مناطق اليمن وإعادة الأمور إلى نصابها حتى يتسنى للشعب اليمني الشقيق استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل التي عالجت كافة القضايا اليمنية بما في ذلك القضية الجنوبية. كما أكد الزياني أن جميع التحركات لحل هذه القضية يجب أن تتم من خلال الشرعية اليمنية والتوافق اليمني الذي مثلته مخرجات الحوار الوطني. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعمه الكامل لوحدة التراب اليمني، داعيا كافة أبناء الشعب اليمني إلى التضامن والتكاتف في هذه اللحظة الصعبة من أجل تجنيب البلاد مخاطر الفرقة والانقسام. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية الوزير المفوض محمود عفيفي في بيان صحفي إن أبو الغيض عبر عن انزعاجه الشديد أزاء التطورات الجارية في جنوب اليمن، ويرى أن الأولوية خلال المرحلة الحالية ينبغي أن تكون لمواجهة الجماعة الخارجة عن الشرعية والوصول إلى تسوية سياسية شاملة في البلاد على أساس المبادئ والمنطلقات التي حددها كل من قرار مجلس الأمن رقم 2216 ومخرجات الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية. وأضاف المتحدث الرسمي أن أبو الغيض يعتبر أن فتح جبهات أخرى في الظرف الحالي يضيف إلى عوامل الشرذمة والتفتيت على الساحة اليمنية، كما يؤدي إلى أطالة أمد الصراع الدائر في البلاد مع كل ما ينطوي عليه ذلك من كلفة بشرية ومادية هائلة لا يدفع فاتورتها سوى الشعب اليمني. وأكد أن الأولى بالجميع في المرحلة الدقيقة الحالية دعم الشرعية من أجل بسط سيادتها على كامل التراب اليمني واستعادة الاستقرار إلى هذا البلد الذي يتطلع أهله للسلام بعد سنوات من المعاناة والألم. أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي محمد باشريف أنه لا علاقة له بما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، وقال باشريف في بيان له: لا علاقة لي بهذا المجلس، وإنني مع الحكومة الشرعية المتمثلة بفخامة رئيس الجمهورية اليمنية المشير عبد ربه منصور هادي، ومع المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216. وأكد استمراره كوزير للاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة الشرعية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر اشتدت وتيرة المعارك الضارية في جبهات الساحل الغربي في محافظة تعز بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية. وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي واصلت تقدمها الميداني في منطقة الهاملي في مديرية موزع غرب محافظة تعز، كما خاضت معارك عنيفة ضد الميليشيا في عدد من مناطق بالهاملي وكبدتها خسائر كبيرة، وتركزت المعارك في مناطق الضويحية وجبل عقار جنوبي شرق مركز مدينة موزع.
وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الإنقلابية بالتوازي مع المعارك الميدانية. شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت مواقع تتمركز فيها الميليشيا في جبل السلطان جنوب الهاملي وجسر الهاملي شرق جبل السلطان. وبحسب المصادر فإن الغارات استهدفت دبابة ومدرعة كانتا تتمركزان حول محيط جبل السلطان، إضافة إلى مقتل كافة عناصر الميليشيا الذين كانوا بقربها، فيما استهدفت غارات أخرى مدفعا ومخزنا للذخيرة جنوب غرب مدرسة ابن حزم بجسر الهاملي، ودوت الانفجارات العنيفة من المكان المستهدف عقب الغارات. إلى ذلك قصفت بوارق التحالف العربي مواقع الميليشيا الانقلابية في محيط معسكر خالد بن الوليد بمفرق المخا، استهدفت فيها تجمعات وأطقم للميليشيا شمال غرب المعسكر. وفي السياق أكدت المصادر أن ميليشيا الانقلاب مع تقدم قوات الجيش الوطني لجأت إلى اتخاذ المواطنين دروعا بشرية وتحتمي بمعداتها العسكرية بين منازلهم وأوساط قراهم السكنية في الهاملي. قتل 4 من مسلحي ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب 11 آخرين أثناء تصدي المقاومة لحملة عسكرية للميليشيا على إحدى قرى مديرية جبن بمحافظة الضالع. وقال مصدر محلي إن الميليشيا الانقلابية خرجت بحملة مكونة من 11 طقما إلى منطقة الربيعتين في مديرية جبن، وحاولت اختطاف الشيخ عبد الحكيم العمري وآخرين بتهمة الولاء للمقاومة، وهو ما وجه بصد عنيف من قبل المواطنين في المنطقة. وأكد المصدر أن المواجهات اندلعت بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. تشهد منطقة وادي حريب في مديرية نهم استمرارا للمعارك بين قوات الجيش الوطني من جهة وميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من جهة أخرى. وقالت مصادر ميدانية إن معارك ضارية اندلعت بين قوات الجيش والميليشيا في وادي حريب نهم شرق صنعاء. وطبقا للمصادر فإن المعارك التي يستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة شملت عدد من مواقع وادي حريب نهم، وكثف الجيش الوطني هجومه الميداني مسنودا بمقاتلات التحالف العربي مستهدفا مواقع الميليشيا وتعزيزاتها العسكرية في المنطقة بهدف استكمال السيطرة على ما تبقى من مديرية نهم والتقدم صوب أرحب والمناطق المجاورة لها. وتكبدت الميليشيا خلال الأيام الماضية جراء العمليات العسكرية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، حيث سقط العشرات في صفوفها بين قتلى وجرحى وأسرى. يأتي هذا وسط انهيار في صفوف الميليشيا الانقلابية التي لجأت في الأوان الأخيرة للدفع بالأطفال وأبناء القبائل إلى جبهات القتال التي تخوضها دون امتلاكهم أي مهارات قتالية. قبل عامين ونيف أقدمت الميليشيا الانقلابية على ارتكاب العديد من جرائم الحرب ضد أبناء مدينة تعز، أحدى تلك الجرائم تهجير المواطنين من منازلهم وتفجير البعض الآخر. التقرير التالي يسلط الضوء على حجم معاناة أولئك النازحين والمهجرين، نتابع. هذه صورة بسيطة تمثل جزءا من بعض معاناة وأوجاع نازحي ومهجري مديريات محافظة تعز. مواطنون أغلبهم نساء وكبار السن خرجوا من منازلهم حفاة عراة من أجل الحفاظ على حياتهم قبل أن تفتك بهم جحاف الميليشيا الحوثي والمخلوع. وخرجنا من الحرب من الصواريخ ونزحنا لا هنا، يعني ذا الحين ما قادرين بالطرقات، لا ماء ولا شرب ولا يعني خيام سعى الناس ولا بطانيات ولا كنابل، نازحين على كذا. أن نحن نازحين من نواحي يعني تعز إلى المنطقة ذي عقب بهالكانين، يعني ولا معنا إلا الله ولا قدر الله ورحمن وكرمه. ونحن نسأل الله القدير الذي يعني خارج نحن يعني مثل من هذه المواضع إلى هذه الموضوع، والأن نحن معنا جهال ونازحين، يعني لا طربال ولا بطانية ولا أكل ولا معنا إلا قدر الله وكرمه. هنا في مركز الإيواء هذا افتقار تام لكل وسائل المعيشة ووضع صحي مأساوي وسوء تغذية حاد. المرأة والطفل هما عنوان الحلقة الأضعف في هذا الكابوس. يواجه كل هذا غياب تام لدور المنظمات المحلية والدولية المعنية بمثل هكذا ملفات، وعجز من قبل السلطة المحلية المسؤولة عن كفالة وإيواء هؤلاء النازحين وتقديم المساعدات العاجلة لهم. هؤلاء الأطفال حرموا من الذهاب إلى المدرسة، كما حرموا أيضا من حق العيش بكرامة لا لشيء سوى أن تتارى هذا العصر من ميليشيا الحوثي هي من اجتاحت قراهم. عمي واحد يطلع دكتور، واحد يطلع دكتور، واحد يطلع دكتور، ماشي بتكون بالمجتمع تكون واحد وفاهم.
وجوه بائسة وأجساد نحيلة تتأمل نحو المجهول الذي ينتظرها في حرب وقودها الناس والحجارة. هيكل العريقي من مدينة تعز، قناة عدن الفضائية. تفقد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي الحامد ومعه مدير عام مكتب الزراعة والري الدكتور حسين الهيثمي سير تدفق السيول بسد باتيس مديرية خنفر، والذي بلغ ارتفاع منسوب المياه بالسد متر مربع وفي قنوات الري 30 سنتيمتر. وخلال الزيارة وجه الأمين العام مكتب الزراعة والري بالمحافظة بضرورة توزيع مياه السيول والاستفادة القصوى في ري أكبر مساحة زراعية في دلتا أبيان، مؤكدا أن أبيان بحاجة لنفض غبار الماضي والاستفادة من كافة الجهود المبذولة لتخفيف معاناة أبنائها، وخصوصا بعد الحرب العبثية التي شنتها الميليشيا الحوثية وأنصار المخلوع صالح والتي دمرت كل ما هو جميل بمحافظة أبيان. من جانبه أكد مدير عام الزراعة أن الإعداد والتجهيز لاستقبال مياه الأمطار والسيول بدلتا أبيان يسير على وتيرة عالية للاستفادة الكبيرة من مياه السيول وري أكبر قدر من المساحات الزراعية بالدلتا. رافقهم خلال الزيارة دكتور فيصل الدابية مدير مكتب المحافظ ومدير عام إعلام أبيان الأستاذ ياسر بعزب. افتتح الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي الحامد ومعه قائد قوات التدخل السريع بالمحافظة عبد اللطيف السيد مركز إنهض الطبي الخيري والذي تنظمه مؤسسة إنهض للتنمية والتمكين. وخلال الافتتاح أشار الأمين العام إلى أهمية أن تكون منظمات المجتمع المدني شريكا فاعلا مع السلطة المحلية أو مع السلطة المحلية بالمحافظة في البناء والتنمية، مشيدا بما قدمته مؤسسة أنهض من خلال عدد من البرامج والمشاريع الخيرية والتي ستسهم وبشكل مباشر في تخفيف معاناة المواطنين بمحافظة أبيان. من جانبها أكدت الدكتورة هدى اليافعي رئيسة مؤسسة أنهض للتنمية والتمكين بالمحافظة أن المؤسسة نفذت خلال فترة بسيطة عددا من البرامج والأنشطة والمشاريع الحيوية والتي تسهم بشكل فعال في خدمة المحافظة وتخفيف معاناتهم، مؤكدة أن مشروع المركز الطبي الخيري سيقدم خدماته المجانية للأسر الأشد فقرا بالمحافظة. رافقه خلال الزيارة مدير عام مكتب المحافظة دكتور فيصل الدابية ومدير الشؤون الاجتماعية محمد ناشر ومدير مكتب الإعلام محافظة أبيان الأستاذ ياسر بعزب. تفقد وكيل وزارة الإعلام الأخ أيمن محمد ناصر النواصري سير امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2016-2017 لأقسام الإعلام والخدمة الاجتماعية والتاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس والأدب الإنجليزي بكلية الآداب بجامعة عدن، وتمنى للطلاب والطالبات كل التوفيق والنجاح في تأدية امتحاناتهم. وخلال الزيارة جدد الأخ الوكيل في لقائه بعميد الكلية الدكتور علوي مبلغ اهتمام قيادة وزارة الإعلام بمشروع كلية الإعلام الذي يعد قسم الإعلام في الكلية نواتها، متمنيا أن تدشن الدراسة في كلية الإعلام بداية العام الدراسي القادم، مشيدا بانتظام سير عملية الامتحانات ومعبرا عن ارتياحه من الدور المتميز الذي تلعبه كلية الآداب كصرح ومنبر علمي وثقافي وأدبي في المجتمع. دشن مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني محمد اليزيدي ومعه مدير التربية بالمديرية الخضر سالم بجلة الامتحانات النهائية لشهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2016-2017، واطلع على أحوال الطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات في أجواء عصيبة نتيجة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وأشاد مدير البريقة بمستوى الإعداد والتجهيز في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لإنجاح العملية الامتحانية. أقيمت الدورة التثقيفية للخطباء والمرشدين في محافظة الجوف بهدف توحيد الصف والكلمة ونبذ التفرقة والشتات وتوحيد الخطاب التوعوي والإرشادي والتخلص من مخلفات النظام السابق بكافة مآسيه وتحقيق السلم في أوساط المجتمع. نتابع ولا تفرقوا، عنوان دورة نظمت في الجوف للخطباء والمرشدين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، هدفت إلى المزيد من وحدة الصف ووحدية الكلمة بالمضي قدما حتى استعادة الدولة ومؤسساتها المسلوبة من قبل الانقلابيين وبث روح المحبة والأخوة في المجتمع. يهدف إلى المساهمة في إحياء ثقافة الأمة الواحدة وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وبث روح التآلف والتآخي بين مكونات المجتمع
أحزابا وجماعات، وتهدف أيضا هذه البرامج إلى كسر الحواجز التي تفرق بين المسلمين وإذابة جليد الخلاف الوهمي في الحقيقة الذي سبب التفرق والخلاف فضاعة الأوطان. توحيد الخطاب التوعوي والإرشادي لما من شأنه اتحاد الرؤى والأفكار ونبذ التفرقة والشتات من أبرز ما استعرضته الدورة، إلى جانب دحض النعرات التي تدعو إلى تمزيق النسيج الاجتماعي، كون الجوفة هي واحدة من أبرز المحافظات التي برز فيها الخلافات وكثر فيها الثارات في ظل حكم الرئيس المخلوع صالح. محافظة الجوف عاشت في الفترة السابقة كثير من النزاعات والخلافات القبلية والحزبية والاجتماعية، بل الخلافات أيضا سياسية، كل ذلك بسبب المخلوع وأتباعه الذين يسعون لخدمته لتعزيز نظامه السابق نظام العائلي. ونحن حرصنا على إقامة هذه الدورة حتى نمحي ونزيل كل المخلفات السابقة، كل ما حرص النظام السابق وأتباعه على زرعه في المجتمع نريد أن نزيله، ليعود الأمن والأمان وليعود السلم إلى مواطننا وإلى منازلنا وإلى أنفسنا، وهذا أمر يحبذه الإسلام ويدعو إليه، قد قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. تخلص المجتمع الجوفي من سموم صالح وأفكاره بإنهاء الثارات والخلافات، وبعث هؤلاء رسائل متعددة لا سيما أهمية الحوار في حل النزاعات المجتمعية وتجسيد مبدأ التسامح. أرسلت هذه الرسائل وأخرى عبر هذه الدورة التي تأتي ضمن برنامج جمع الكلمة الذي تنظمه مؤسسة التنمية الشبابية الاجتماعية بإشراف مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة. طارق السعيد، قناة عدن، الجوف. نظمت مؤسسة أنهض للتنمية والتمكين بمحافظة أبين حفلا خطابيا وتكريميا للمشاركين في نجاح عدد من المشاريع التنموية بالمحافظة. وخلال الحفل أشار مدير عام إعلام أبين في كلمة السلطة المحلية بالمحافظة إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني لتكون رديفا لفاعلا للسلطة المحلية وشريكا في البناء، مؤكدا أن محافظة أبين عانت الكثير وبحاجة لجميع التدخلات الإغاثية في كل المجالات لتستعيد عافيتها وتنهض من جديد، داعيا الجميع لرص الصفوف والمساهمة بشكل إيجابي في الدفع بعجلة التنمية بالمحافظة للأمام وبث روح التعايش والتلاحم والتآخي والوقوف جنبا إلى جنب مع القيادة السياسية للمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء أبو بكر حسين سالم ومساندته، فيما ألقيت كلمات عدة عبرت عن أهمية المشاركة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني. حضر الحفل مدير عام مكتب المحافظة الدكتور فيصل الدابية ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد ناشر ومدير الأوقاف فهمي بارادع ورئيس الغرفة التجارية محمد الوالي. اختتم مركز رائدون للاستشارات والتدريب بمحافظة مأرب دوراته التدريبية التي استهدفت طلاب وطالبات جامعة إقليم سبا وجرح الجيش الوطني. مزيدا من التفاصيل في التقرير التالي. مركز رائدون للاستشارات والتدريب بالشراكة مع مؤسسة التنمية الشبابية الاجتماعية اليوم المهرجان الختامي والفني لدوراته التدريبية التي استهدفت طلاب وطالبات جامعة إقليم سبا وجرح الجيش الوطني، كانت بعنوان انطلاقة شباب لرفض التنمية. المهرجان يحمل إشارة رمزية بأن التنمية الإنسانية هي العنصر الأهم في تنمية وتقدم المجتمعات، وقد ركزنا على أهم شريحة وهي شريحة الشباب الذين يمكن بانطلاقتهم أن يستفيد المجتمع ويستفيد الوطن بشكل عام. اليوم كان اختتام هذا المهرجان والذي كان فيه دورتين مخصصة لطلاب جامعة إقليم سبا، واللي هو كيف تتفوق في دراستك الجامعية، والبرنامج الثاني النجاح الشخصي، واليوم اختتمنا هذا البرنامج. تأتي هذه الدورات التنموية التي احتوت على العديد من المهارات واكتساب الخبرات
لدى الطلاب والطالبات المستهدفون، حيث نمت فيهم روح الإبداع والتميز في حياتهم العلمية والمعرفية. اسمي باسم زملائي جميعا طلاب كلية الحاسوب، كلية العلوم، كلية إدارة الأعمال، أشكر مركز رائدون للسيارات والتدريب على اختتامهم للحفل الكريم وإبداعهم للدورات الرائعة اللي استفدنا منها جميعا. اليوم كان حفل ختامي رائع، استفدنا كثير من الشهادات اللي تكرمنا، ومجهودنا كان مجهود مثمر، يعني شعرت أن في فائدة من حضوري ومن شيء استفدته في واقع العمل. وفي ختام الفعالية قام مدير مركز رائدون للاستشارات والتدريب ومعه نائب رئيس مؤسسة التنمية الشبابية الاجتماعية بتكريم الطلاب والطالبات المبرزين في الدورات، وكذا تكريم جامعة إقليم سبأ بالشهادات التقديرية والهدايا العينية. رفيق السامعي، لقناة عدن الفضائية، محافظة مأرب. بدأ بمحافظة تعز مشروع حملة نادي سنويا الطبية لمكافحة العمى وأمراض العيون، ويستهدف فيه 152 حالة لإجراء عمليات العيون. نتابع. بدأ في محافظة تعز مشروع حملة نادي السنية الطبية لمكافحة العمى وأمراض العيون بتمويل من محسنون من دولة الكويت وبإشراف الرحمة العالمية وجمعية الإصلاح الاجتماعية لدولة الكويت وتنفيذ مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بتعز. المخيم يقام الآن في مستشفى الأهدل تخصصي لأمراض وجراحة العيون والأسنان في محافظة تعز، وهو بدعم من جمعية التواصل الخيرية للتنمية الإنسانية في تعز. طبعا كما تعلمون بأن الكثير من الناس يعانون من المياه البيضاء التي تسبب فقدان النظر في العين، وهذا بحد ذاته يعتبر يعني عائق كبير أمام الإنسان. ويستهدف المشروع إجراء ما يقارب 152 عملية بعد الفحص والمعاينة المجانية للمحتاجين. دشينا الحملة الطبية 44 لمكافحة العمى وأمراض العيون. بإذن الله عز وجل بعد عملية الكسر يتم تنفيذ 152 عملية إزالة مياه بيضاء. يأتي هذا الدعم من محسنون من دولة الكويت وبإشراف الرحمة العالمية. تواجد مع المحتاج من قبل منظمات المجتمع المدني عندما يكون الحرب والحصار والفقر. هو مجان، ما هذا مجان، لكن مجان كله مجان، لكن ما بس معي بس حق العلاج. تبرز أعماله الخيرية في جميع المجالات لتخفيف معاناة المحرومين. الدور اليادي التي تلعبه منظمات المجتمع المدني لتخفيف معاناة مرضى تعز الذين يعانون من الحصار من ميليشيا الحوثي لمدة سنتين. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز. عودة إلى العناوين. رئيس الجمهورية يهنئ نظيره الكوري بمناسبة فوزه في الانتخابات وأدائه اليمين الدستورية. اشتداد المعارك في جبهة الساحل الغربي لتعز، والطيران يستهدف مواقع الميليشيا. الجيش الوطني يكبد الميليشيا خسائر كبيرة في وادي حريب بنهم، والميليشيا تزج بالأطفال في المعارك. انتهت النشرة مشاهدينا الكرام، نلتقي نحن وإياكم في نشرات قادمة. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.